أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد
حيث نشاء فنعم أجر العاملين لترى الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.